انت كنت بتعزف ايه؟ قصة حب؟ اجواء الحب والرومانسية مسيطرة. انا عايزة اكتب علي انا ليا لوحدي، مش بحاجة انه اقرا كتاب ليخدني لمكان احلى من المكان اللي انا فيه، طالما الكاتب معي وعم بيعيشني احلى قصة. بس كلمة وحدة كافية لتقلب كل شيء. انا بقالي سنة بتحايل على نائل عشان اشوفه. بتحبها؟ انا ما بحب، انا ما بحب. قصة حب يوميا بعد الاخبار على MTV.